راديو الأهرام يقدم كلام أراجوز. كلام أراجوز مع ما يسمع لي. اكسر خوفك قبل ما الأيام تفوتك. اكسر خوفك قبل ما الايام تفوتك. أراجوز داير. لا 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 مش هدور. شقع بقى الأراجوز في خوفه وقع. مفيش سلام ولا كلام. خلاص همشي وانام. خايف اظهر واتكلم. افط ونط واعلم واتعلم واقول حكاوي وغيري يقول ده شغل هاوي. خايف افشل وخايف حلمي يدوب في الخوف. كله راح النهاردة خلاص. سمع بلا كلام أراجوز. اوعى تكون مصحتش يا صاحبي. اوعى تكون خايف. خلاص الوقت بيجري يا أرجز. بص العداد شايف عمال يعد. كله بيجري بسرعة برق. يلا اكسر خوفك. اتشجع واطلع بصوتك زي زمان. اوعى صوت وهمك يضيع حلاوة الايام. ها كلامك ايه؟ مفيش أراجوز ولا كلام. النهاردة انا هنام. لا كده النهاردة خوفك كلامنا. صح صح وفوق. واسمع معانا باختصار حدوتة خوف اللي بيتولد بفكرة ويكبر لبكرة. ولو سبته يبقى فوبيا محبوكة للحرمان. وإن كسرته هتكون شجاعتك سبب لحلاوة الأيام. بس قبل ما نقول كان يا مكان وقبل ما الحدوتة تسيطر بخوفها على الكلام، تعالى هنا وقولي مالك وأنا أقولك إزاي تكسر الخوف اللي جالك. احكي. في ثواني بموت وعيش من تاني. من لحظة ناسية وفكراني ببقى أنا يا واحد تاني. واحد خايف من كل حاجة. مش عارفني. أنادي يقول مش شايفني. واموت في ضلي أما يقولي انت بخوفي حد تاني. ناسي كل الأحلام تايه وسط الأيام. في ثواني أنا مش أنا حد تاني. بين تعامل والتاني وأحدث كتير مخوفاني. ببقى غريب وسط مخاوفي واستخبى ونادي أنا فين؟ مش عارفني. واموت في ظل ما أقولي خوفي نساني كياني. ومفيش خلاص أرجوز تاني. لا ده أكيد مش كلام أراجوز. ده كلام حد تاني. تعال هنا وطرطق ودانك واسمعني. فكرك أنت بس اللي بتحس وتموت من الخوف. كل واحد منا يا أرجوز مرت بيه وسيطرت عليه مشاعر تخوف بس بأشكال مختلفة. عندك أنا مثلا أسمع صوت كلب أموت من الخوف واجري من غير ما أحس ولا أفكر. دي كانت فوبيا يا صاحبي لغاية ما قررت من فترة أقرب وأكسر خوفي شوية بشوية بالحب. وفعلا صاحبت راي وجيسي كلبين لطاف جدا. ده غير كمان أني كنت بترعب من ركوب الطيارة. لكن بعد ما كسرت خوفي وطرت لبعيد اكتشفت ان الخوف كان هيخسرني متع كتير ياما. سفر وناس وثقافة جديدة. الخوف لو سيطر يموت يا صاحبي. هو حالة طبيعية بيمر بيها الكل. في اللي كسر خوفه بشجاعة وحوله لشغف ونجاح زي الأسطورة ألبرت أينشتاين أعظم عالم فيزياء في تاريخ الإنسانية اللي ما سابش الخوف من الفشل يحتله وقت ما كان بيعاني من صعوبة في الفهم والاستيعاب. وقت ما كان سنه 14 سنة كان دائم الفشل في الرياضة والفيزياء. تصور دي يا أرجوز. ولا الجميلة أوبرا وينفري اللي بالرغم من أنها تعرضت في طفولتها لأنواع مختلفة من القهر النفسي والجسدي الكفيلة أنها تعيشها اللي باقي من عمرها في خوف دايم من البشر إلا أنها كسرت فكرة الخوف اللي كونتها الأحداث القديمة وبشجاعة وإقدام بقت مقدمة أشهر برنامج حواري في العالم. ومش كده وبس،
تعتبر كمان المرأة الأكثر إلهاما في العالم، يعني كسرت خوفها وصحبته كمان وبقت مصدر لدعم البشر كلهم. وناس تانية كتير اتخلصوا من خوفهم وعاشوا حياة طبيعية وكمان بقوا رموز ناجحة، زي الزعيم نيلسون مانديلا اللي قال: تعلمت ان الشجاعة ليست غياب الخوف ولكن القدرة على التغلب عليه. سامع يا صاحبي؟ طب ازاي ارجز ممكن نتغلب على الخوف ونكسره؟ وايه هو اصلا شبح الخوف اللي رعبنا قوي كده؟ وايه اسبابه واعراضه وطرق علاجه؟ بص بقى يا سيدي، الخوف هو اقوى المشاعر اللي ممكن الشخص يشعر بيها. كلنا بنتولد بخوف قليل وبيكبر كل ما بنكبر، لما بنتعرض لموقف غير مألوف زي مثلا هجوم حيوان او مشاهدة حادث او الخوف والقلق من المستقبل او الفشل. المخاوف دي بتكبر مع الايام والاحداث، صحيح بتبقى طبيعية مدام في فترات متباعدة وغير متلازمة مع الشخص، زي ما حصل مع حضرتك دلوقتي يا أستاذ أرجز. كنت ماشي كويس جدا وفجأة قلقت وخفت وقررت تستغم. بس خد بالك، ممكن الحالة دي تتحول لحالة مرضية لو احتل الخوف والقلق الشخص وبقى بيحصل بشكل متكرر وشبه يومي. كده بقت فوبيا، دي حالة من الخوف القهري اللي بتسيطر على الإنسان بشكل مرعب. تعرف يا أرجز إن الخوف بيأثر بشكل كبير جدا على العقل وجسم الشخص؟ بص لنفسك كده، زيادة في ضربات القلب والتنفس وعرق وشعور بتوتر العضلات، وجع في المعدة وصداع وعدم تركيز وعدم الرغبة في الأكل أو الشغل أو حتى القدرة على التخطيط في أي شيء وفي حاجات تانية كتير. صحيح ان ممكن الخوف يكون حافز للشخص للوصول للنجاح لو عارف يكسره ويحتويه زي الأمثلة اللي قلنا عليها قبل كده، لكن ممكن يكون كمان عائق لو كان احتلال قوي. وإذا كانت الأمور في غاية الصعوبة لقدر الله، لازم تدخل وسائل علاجية مع أطباء متخصصين. أما لو كان الخوف طبيعي، ممكن معالجته واحتوائه من خلال خطوات بسيطة. في علماء وأبحاث كتير اتكلمت عن الموضوع ده وتوصلوا إن ممكن معالجة الخوف بخطوات. أولاً بالمواجهة، يعني تعرف بتخاف من إيه وتقدره كويس جداً وتواجهه. ده غير إنك لازم تتوقف عن مكافحة مخاوفك عشان ما يتولدش عندك إحساس بالكره للمخاوف دي. تتعامل معاها على إنها شعور طبيعي جداً هياخد وقته وهيختفي. واللي هيساعدك على عمل المواجهة دي وعدم الهروب منها ممارسة الرياضة على الأقل 30 ل40 دقيقة 3 مرات في الأسبوع، ده إلى جانب الاهتمام بالغذاء السليم، لأن عدم تناول غذاء متكامل وصحي ممكن يؤدي لاختلال نسبة السكر في الجسم اللي بتساعد على تحفيز شعور القلق. كمان أطباء الصحة النفسية نجدوا بتقليل معدلات الكافيين اللي بتدخل الجسم، لأنهم لقوا إنها بتحفز حدوث نوبات الذعر والخوف الشديد. ها يا أرجس، لو لسه خايف اركن على جنب وبص جواك، هتلاقي خوفك فكرة اتزرعت جواك، وانت يا تكبرها يا هتكسرها. ها كلامك ايه؟ بعد النهاردة هكسر خوفي وهكون أنا هو أنا أرجوز تاني. وكل ده كلام أرجوز. ما يسمعين.